إذا نعمل مقارنة بين two devices, comparison. قارنا two devices. نأخذ BJT هون, bipolar junction transistor هون. نأخذ النقطة الأولى مثلا directionality. التنين unidirectional. عندنا current ratio, راح احطها هون limited. هاي طبعا ادفانتج, ما هي من الادفانتجز الرئيسية تبعت ال SCR. عندنا طبعا هون number of terminals او number of junctions. عندنا هون 3 عفوا تنين. Control terminal on base on and off. لكن هون gate G on. يعني هون عم نقول هذا التيرمينال هو trigger not control. ايش كمان اختلافات عندنا؟ يعني كل هاي تقريبا موضحة من هون. احنا هون عمالنا بنقول انه latching I A K latching and holding values. فعندي هون بحكون IAK في إله latching value وفي إله holding value. إذا بدي أعمله switching on بدي أوصل ال latching value, وإذا بدي أعمله switching off لازم ينزل تحت ال holding value. هون يعني خلينا هون أول هون switching off. استعمال البيس كارنت هون لازم نعمل سويتشنج اوف, يا اما اي اي كي بدها تكون اقل من الهولدنج فاليو, او في اي كي نيجاتيف. هاي مجموعة الاختلافات 1 2 3 4, 5 اختلافات أساسية بين الديفايسز التنتين هذول. طبعا هذه زي ما حكينا هي current driven device مقارنة بال field defect transistor اللي هو voltage driven device أو field driven device. هون عندي هاي current driven device بس ال ratio هون very high. العلاقة بين الكرنت اللي بحطه على الجيت والكرنت